وجهت النيابة العامة رئيس نيابة محافظة عمران باتخاذ ما يلزم قانونياً حيال البلاغ المقدم من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بخصوص واقعة إعدام فؤاد صالح قاسم من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة خارج إطار القانون، في الوقت الذي قضت محكمة حوثية عرفية في جلسة مستعجلة يوم الأحد بإعدام مهندس يعمل في مصنع أسمنت عمران. وقال مدير منظمة مواطنة لحقوق الإنسان عبد الرشيد الفقيه أنه تلقى شكوى بأن محكمة حوثية أصدرت حكماً بالإعدام بحق فواز السريع في جلسة عرفية مستعجلة بعد اتهامه بالتسبب في وفاة أحد زملائه بماس كهربائي أثناء العمل. أصيب 5 جنود في هجوم شنه مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة على موقع أمني بمحافظة شبوة. وقال مصدر أمني إن مسلحين يستقلون سيارة هاجموا موقعاً أمنياً لجنود مكلفين بحماية محطة الكهرباء في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، ما أدى إلى إصابة 5 جنود. حذر مدير أمن محافظة لحج العميد عثمان معوضة من سقوط محافظة لحج في يد تنظيم القاعدة، مؤكداً بأن التنظيم لديه مخطط للاستيلاء عليها. وقال معوضة في تصريح صحفي أن القاعدة كانت تخطط لإسقاط المحافظة خلال أيام إجازة العيد، لكن القوات الأمنية تمكنت من إحباط المخطط، غير أنهم ظلوا يهاجموننا بشكل يومي. دشنت اليوم الاثنين بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال الجولة الثانية التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان. وتستهدف الحملة على مدى 3 أيام جميع الأطفال دون سن 5 في جميع مديريات ومحافظات الجمهورية، المقدر عددهم بأكثر من 4 ملايين طفل وطفلة، ويشارك في تنفيذها أكثر من 40,000 عامل صحي. أقرت السلطة المحلية بمحافظة أبين الخطة الإنعاشية والتنموية للمحافظة التي تعرضت للتخريب جراء الحرب على الإرهاب وإعادة الإعمار بمبلغ يصل إلى 125 مليار ريال. وتستهدف الخطة القطاعات الاقتصادية المتضررة، منها الزراعة والأسماك والصناعة والبنية التحتية التي تعرضت للنهب والتدمير، فضلاً عن تضرر أكثر من 12,115 منزلاً و 32,000 مزرعة وقرابة 500 منشأة تجارية وصناعية، وتشمل 5 مديريات هي زنجبار، خنفر، لودر، موديا وأحور. تسبب اعتداء تخريبي لخط الربط الكهربائي العمومي المحويد باجل بقطع التيار الكهربائي عن محافظة المحويد. وقال مصدر بكهرباء المحويد إن اعتداء تخريبي من قبل مجهولين على خطوط الكهرباء في منطقة بني الشديد عزلة عنبر بمديرية جبل المحويد أدى إلى فصل كلي للتيار الكهربائي عن المحافظة. شدد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة الدائمة للقوات المسلحة والأمن لمواجهة قوى الشر والإرهاب. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأول للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهي الهيئة المكونة من 82 عضواً، وتعثرت اجتماعاتها منذ 3 أشهر لأسباب بررها رئيس الجمهورية بالظروف الاقتصادية والأمنية. وخلال الاجتماع قال الرئيس هادي إن الشعب اليمني يعول على هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للانتقال بالوطن إلى جمهورية ثانية، مؤكداً أهمية عمل هذه الهيئة باعتبارها الرقيب والمنقذ لتطلعات وآمال الشعب في التغيير والإصلاح الشامل. آن الأوان أكثر من أي وقت مضى أن نمضي جميعاً بسفينتنا إلى بر الأمان بإرادة سياسية قوية لا تلين، مستمدة قوتها من الشعب الذي سئم من كثرة الحروب والعثرات والخيبات، وأصبح
سواقا لغدا مشرق وطرق تفكير جديدة وتغيير شامل، ولدولة النظام والقانون التي يتساوى فيها الجميع. أكد أعضاء في الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أن استكمال المرحلة الانتقالية من عملية التغيير يتطلب بالضرورة حضور الدولة في جميع أرجاء البلاد والتصدي بحزم لمشاريع العنف والإرهاب. وشددوا في تصريحات ليمن شباب على ضرورة وجود اصطفاف وطني لمواجهة كافة العراقيل التي تحول دون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. كل عنف هو ضد مخرجات المؤتمر الحوار، وهو عرقلة لمسيرة الشعب اليمني في التقدم والتغيير وقيام دولته الاتحادية. ما حدث في عمران وقبله في صعدة، وما حدث في عدن، وما حدث في الضالع، وما حدث في صنعاء في العرض وفي السبعين، وما حدث في عمران، وما حدث في الجوف، وما يحدث اليوم في حضرموت، هذا كله سببه عدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. أين اللجان التي تحقق؟ أين نتائجها؟ أين المسؤولين عن هذه الجرائم؟ لماذا لم يحاسبوا؟ ولماذا لم تعلن هذه النتائج للعيان وللرأي العام؟ أعتقد أنه يعني نحن أمام تحديات كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا ببناء الدولة، تقوية الدولة، حضور الدولة القوي، بسط نفوذها على كامل التراب الوطني. وجه محافظ الحديدة صخر الوجيه السلطة المحلية في مديرية الزبيد بسرعة تقديم المساعدات للمتضررين من جراء سيول الأمطار الغزيرة التي من الله بها على المنطقة. جاء ذلك خلال تفقد المناطق المتضررة جراء تدفق سيول الأمطار على معظم قرى مديرية الزبيد، كما تفقد المحافظ أعمال مشروع توسع محطة تحويل الكهرباء بالجراح، والتي يتم فيها إضافة محول كهربائي بقدرة 63 ميجاوات، كما تفقد المبنى الجديد لمحطة تحويل الكهرباء البالغ قدرتها 12.5 ميجاوات بتكلفة 200 مليون ريال بالجراح. دشن وزراء الداخلية والخدمة المدنية والمالية المرحلة الثانية لنظام البصمة والصورة البيولوجية لقوات الأمن الخاصة. وخلال التدشين وجه وزير الداخلية اللواء عبد الحسن الترب الجهات المختصة بالتعاون مع الفريق المكلف بإنجاز هذه العملية والإجابة على كافة استفساراتهم، وبما يحقق ويعزز مبدأ الشفافية ويحقق العدالة والتخلص من أي سلبيات. ناقش لقاء موسع للنقابات في عدن تداعيات رفع الدعم عن المشتقات النفطية في ظل ما تمر بها البلاد من ظروف غاية في التعقيد، خاصة في الجوانب الاقتصادية والمعيشية. وأكد اللقاء الموسع رفضه القاطع لأي توجه حكومي نحو تحميل المواطنين أي تبعات سعرية جديدة، داعيا الحكومة لتجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتجويد السياسة الاقتصادية والبحث عن بدائل أخرى لرفض الموازنة العامة للدولة، بدلا من اللجوء لتحميل المواطن أعباء لم يعد باستطاعته تحملها. قال المدير التنفيذي لصندوق تعويضات الأراضي والمبعدين بالمحافظات الجنوبية القاضي علي عطبوش، قال إن الصندوق قد بدأ بصرف جزء من مستحقات المتظلمين العسكريين الذين صدرت بهم قرارات جمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع في أبين ناقش مع قيادة السلطة المحلية الصعوبات التي تواجهها قضايا الأراضي لموظفي مؤسسات الدولة في المحافظة.